الفريقان كانا بحاجة إلى نقاط المواجهة، لعبا دون ضغط لأن الجمهور كان غائبا بفعل العقوبة، فكانت مدرجات ملعب أول نوفمبر بتيزي وز شاهدة على تألق هذا اللاعب إيبوسي الذي كان نجم المباراة. الشوط الأول كان للنسيان بالنظر إلى العدد الكبير للفرص الضائعة ومن كلا الطرفين، خاصة من طرف الشبيبة التي درس مدربها عز الدين أيت جودي طريقة لعب اتحاد الحرة جيدا، لكن ورغم ذلك غابت الحلول. كل شيء حدث في بداية الشوط الثاني، فبعد رأسية عواج التي علت العارضة الأفقية للحارس دوخا، جاء المنقذ إيبوسي الذي حل العقدة بعد أخذ ورد. فبعدما نجح الحارس الدولي دوخا في صد كرة رايح، التغطية كانت غائبة وإيبوسي يفتح باب التسجيل. 6 دقائق من ضربة انطلاقة المرحلة الثانية، ضغط الشبيبة تواصل وإيبوسي لم يرضى بهدف واحد، تسبب في دفع المدافع إلى ارتكاب الخطأ فسجل الهدف الثاني في اللقاء عن طريق ضربة جزاء، والـ15 له هذا الموسم ويستحق لقب الهداف. محاولات الاتحاد بعدها باءت بالفشل حتى في تقليص الفارق. كانت مقابله صعبه للفريقين، وين حنا جينا باش بوريسبيري ان بون ريزولتا سا سي با في، وناراتي با مال دوكازيون بريمير بيريود. ان شاء الله دوك نعاودوا هذا اللي فات بنتائج اخرى، مازالنا 3 ماتش نكملهم ان شاء الله بيان. قلت للاعبين فريق الحرش يلعب مليح ولكن عنده واحد الضعف اللي نقدروا نستغلوه، وهذا ما كانوا قلت لهم نقدروا نسجلوا اكثر من 3 اهداف. الحمد لله يعني سجلنا هدفين، شيء جميل. والفوز يعني الفوز نعم. اليوم صراحة المقابلة اللي كنت خايفها مقابلة الحراش، نحاولوا دوك نلعبوا على الاسترجاع، عندنا مقابلة يوم الثلاثاء في بجاية، ومن بعد إن شاء الله تكون أمور خلاف إن شاء الله.